الغذائي وخلق مناصب للشغلين. من جهة أخرى هذه الآلية ربما الأولى من نوعها تضم كل المعلومات أو قاعدة بيانات رقمية فيها كل المعلومات حول الموانئ، مناطق الصيد والمناطق البحرية، الإمكانيات والسفن والكيفيات والخرائط. مرحلة ثانية وهي كيفية تهيئة استغلال هذه المناطق وجعل هذا الاستغلال مسؤول يحترم هذه الثروة السمكية. أبعد من ذلك بعض المناطق ستهيئ عن طريق ميريسيف ولا عن طريق تقنيات أخرى، وحتى تربية المائيات تقدر تشارك في حماية هذه المناطق لأنها بحد ذاتها تقلص استغلالها المباشر من طرف الجياب ومن طرف بعض الأصناف. كريم شيري رئيس جمعية الغوص يبونسو. Je vais à travers cette présentation faire ressortir le contexte. الورشة هذه قبل ما نقوم بالورشة هذه كان سابقها عمليات استباقية باجتماعات من المهنيين بحيث تم التشاور حول تسيير هذه المناطق، كذلك عملية تكوين. ما يخفيش عليكم بلي راه سكيدة تحصلت على حصة الأسد بانطلاق عملية تكوين لأول مرة فرع بحار مؤهل لأقل من سفن الصيد البحري 24 متر اللي انطلقنا بميناء المرسى والقل، وكذلك سكيدة أكثر من 400 بحري بحيث نظرا لطلبة الكبيرة. ما يخفاش عليكم أنا كغرفة سجلنا 1000 طالب لتكوين في فرع بحار مؤهل سواء بالمستوى فوق 24 متر وأقل من 24 متر، كذلك الكفاءة في الصيد البحري. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.